وإلى التذكير بأهم وأبرز العناوين. انتخاب النائب الدكتور أحمد عبد الله عبد أبو مازن رئيسا لكتلة الجبهة العراقية في البرلمان، واستعدادات كبيرة لإنصاف المناطق المدمرة. محافظ صلاح الدين يهنئ المسلمين بذكرى مولد خاتم المرسلين ويدعو لتكاتف مجتمعي لإنهاء ملفات النزوح وتداعيات الإرهاب. محافظ صلاح الدين يخاطب أهله في سمراء لمنع التجاذب السياسي بخصوص عاصمتها الإسلامية، ويتعهد بالأمن والخدمات في حمرين. بذكرى المولد الشريف، رئيس الجمهورية يؤكد أن العراق بمواجهة أهم مراحل الدولة، والكاظمي يدعو للتقيد بقيم الرسول للقضاء على التطرف.